أسأل الله سبحانه وتعالى أخواننا يوفقنا وإخواننا، والله لابد نجتمع، لابد نتعاون، لابد يحث بعضنا البعض على العلم والعمل والدعوة والصبر. تفضل يا أخي. الحين الواحد مضى في شركة. إيه. الشركة هذه ما هو يشتغل طباع أو كمبيوتر اللي يكون معاش حلال إن شاء الله. تمام. إذا كانت الشركة هذه قائمة عندها شغل ربع ما ربع، هو يخص فيها لأن شغال الشركة، هو شغله ما في ربع، ولكن في جهة ثانية تابعة للشخص نفسه. أنا لا أدري والله، لابد هذا الأمر يعني تحقق منه. مثلا إنسان يشتغل في بنك، حارس البنك الآن، حارس سكرتي بنك، يحرس البنك، ما يجوز. لماذا؟ لأن التعاون على الإثم والعدوان. هذا الأخ يبيع جوالات، وبعض الناس تعرف يأخذ الجوالات ويستخدمها في غير الطاعة في المعصية، لكن الأصل في بيع الجوال ها حلال. بيع العنب ايش حكمه؟ عنب عنب جائز، لكن لو تعرف ان هذا ياخذ العنب واتخذه خمر ما يجوز تبيعه، مفهوم؟ فانا لا ادري والله، لازم الشركه يعني تشوف دراسه وانا ما عندي تخصص في البيوع، انا لا ادري، فشوف لك واحد متخصص ممكن. انا اعطيتك الخلاصه الان تقريبا يعني. ف إذا كان في عمله إعانة على منكر طبعا ما يجوز، وإذا كان في عمله لا 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 يوجد في عمله إعانة على منكر، يعني مثلا صاحب الشركة الآن عنده بنك وعنده سيارات، السيارات ليس لها علاقة في البنك، والشيخ خالد يعمل في معرض السيارات ما له علاقة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود أكثر الناس أكلا للربا، فهذا ليس له علاقة بهذا. لكن قد يكون البنك أحيانا عنده أمور استثمارية ويبيع السيارات، وهذا له علاقة بالبنك، إذن انتهينا، صار هذا يعني تابع للبنك، في إعانة للبنك. بعض العلماء يقول ظل البنك لا تستظل به، والله ابعد عن البنك قدر. طبعا هذه الأزمنة ما نستطيع نبعد عن البنك، كل شيء ربطه الآن بالبنوك صحيح، لكن قدر المستطاع ابتعد عن البنك قدر ما تستطيع. فهمت؟ اي نعم، والله اعلم. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم.